بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنفذ لبريته أحكامه أجرى بمشيئته أقلامه وبدل على الأنام حمامه وأنزل على نبيه المخصوص بالكرامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أشهد أن كريم سنين كثيرة ما من جنازة في هذا المكان إلا يدعى يصلي عليها إمام، وقام بتدريس وقام بخدمات، وهذا قليل، هذا المشهد قليل فيما يستحقه هذا الحبيب عزيزنا حبيبنا عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب. يصدق فيه عالم من فاضل أبي ثم جدي، هكذا نسبتي إلى المختار، ونسأل الله يخلفه على الأمة بخلف صالح.
لا شك أن هذا الجمع العظيم والحفل الكريم في هذا المكان العظيم في مدينة تريم إذا توجهنا بمصداقية وجهة صادقة لربنا في أن يعجل بالفرج. ورحم حبيبنا عبد الله ورحمة الأبرار وجعل قبل الروضة من رياض الجنة، اسكن الجنة مع النبيين وصالحين صادقين وصالحين، وحسن إليك رفيقة ولا بايخين. كل من حضر في هذا الجامع بايعود بشيء. يا سقم من لم يفده الحادث الجلل، بالأمس قد أخذت من بيننا رجلا طوى الحياة بثوب النسك مشتمل، تقرأ سطورا من الأنوار بينة في قامة قد كساها النبل والوجل، إذا نظرت إليه في مهابته ترى مثالا لأسلاف له رحلوا، قد سار سيرتهم واختط خطتهم كذاك كان إلى أن جاءه الأجل، وظهرت عليه آثار الوراثة لجده الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين في خدمته في البلدة بالتعليم والدعوة إلى الله وفي السلوك الحسن القويم الذي هو مصدر فقه لما خلق الإنسان، وبقي هؤلاء في البلدة على الصبر على الشكر على الخوف في السر والجهر على الإنابة على الأدب على التواضع، قاموا على هذا الأسس. كم نسمع من لسان هذا الحبيب عبد الله بن محمد أن الإمام أحمد بن زين سأل الإمام الحداد ما طريقة آل أبي علي، قال العلم والعمل والإخلاص والخوف والورع. خطب عظيم حير الألباب قد أحزن الأصحاب والأحباب، بل روع القطر المبارك كله لملا وقد فقد التريم شهابا، وإذا تريم بكت بكت كل البرى لبكائها كالأم ليس عجابا، كانت بوالده تفوق المدن ثم الروح فيها بالخليفة آبا، فإذا رأى الإنسان شخصا منهما في الحي شاهد في الرجال مهابا، والسر يسري في البلاد وأهلها كم في زواياها منيب طابة، فيا أهل العقول تعالوا نحيي المجد العثيل الأصيل بالقرب من الملك الجليل ملك الدنيا وملك البرزخ وملك الآخرة. لا إله إلا الله العافي بعد قدرته، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه، لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه، لا الحكم وإليه ترجعون. ماتوا صلحانا وماتوا العلماء الذين كانوا صدور المجالس، من بيخلفهم من بيعقبهم من بياتي بعدهم، ومتى بينتبه الإنسان ومتى بنرجع ومتى بنعمر هذه المجالس ومتى بنعمر مجالس الخير ومجالس العلم، متى بنمشي في طريقتهم ومتى بنتكلم بكلامهم ومتى بنقرأ الكتب التي قرأوها. مستغرق في حب سلفه الصالحين، مستغرق فيها، كان يحث الناس على سيرة سلفه الصالحين المشي على سيرتهم، ما حاد عنها حد الشعرة نسخة من السلف، كان على طريقته وفي كلامه وفي منظره وفي ثيابه وفي ملابسه وفي حركته وفي تحركاته وفي التزامه بالمواعيد وفي عمارته للمجالس الخير ومجالس العلم. أعظم الله أجرنا وأعظم عزانا وخلفه الله فينا بالخلف الصالح.